عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد استنزال من صوت بالخارج 58,921,078 ناخبا. عدد من أطلب أصواتهم في الداخل 24,097,092 ناخبا. عدد من أطلب أصواتهم في الداخل والخارج 24,254,152 ناخبا بنسبة 41.5%. عدد الأصوات الصحيحة 22,491,921 صوتا بنسبة 92.73% من إجمالي الأصوات. عدد الأصوات الباطلة 1,762,231 صوتا بنسبة 27.7% من إجمالي الأصوات. إجمالي ما حصل عليه السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 21,835,387 صوتا بنسبة 97.8% من الأصوات الصحيحة. إجمالي ما حصل عليه السيد موسى مصطفى موسى محمد وشهرته موسى مصطفى موسى 656,534 صوتا بنسبة 92.92% من الأصوات الصحيحة. وبالبناء على ما تقدم اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم وأصدر القرار رقم 57 لسنة 2018 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2018 متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح.